صباح الخير طارق، مرحبا. جيد جمال، اليوم هو آخر يوم قبل إيداع التصريح بالترشح للراغبين في الترشح لرئاسيات 7 سبتمبر القادم. جمال، ضعنا في صورة حول ما يجري في مقر السلطة. نعم، اليوم ستنتهي المرحلة الأولى من عملية الترشح بالنسبة للراغبين في الترشح اليوم بمقر السلطة. هذا اليوم الذي سيكون الأطول ربما لدى الراغبين في الترشح، على اعتبار أنه آخر يوم لإيداع ملفات الترشح للراغبين في الترشح هنا على مستوى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بنادي الصنوبر. إلى حد الساعة الأصداء تضع في القائمة بعض الأسماء الذين استطاعوا اجتياز المرحلة الأولى من هذا السباق أو من هذه المنافسة، ممن أعلنوا عن موعد أو عن مواعيد إيداعهم لملفات الترشح، على اعتبار على سبيل أو نذكر منهم عبد العالي حساني الشريف عن حركة مجتمع السلم، الراغب في الترشح أيضا عبد المجيد تبون، الراغب في عهدة ثانية رئاسية ثانية. كذلك لدينا عن المترشحين الأحرار عبد الحكيم حمادي، كذلك سعيدة نغزة، وكذلك المترشح عن الحزب الجمهوري بالقاسم الساحلي. هؤلاء الخمسة أو الست أسماء هم، كذلك لا أنسى يوسف أوشيش، ممن أكدوا قدومهم اليوم وإيداعهم ملفات الترشح على مستوى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي أكدت بأن أبوابها مفتوحة إلى غاية منتصف الليل من نهار اليوم لاستقبال ملفات الراغبين في الترشح ودراستها في مدة لا تتجاوز 7 أيام. يكون لهؤلاء الراغبين الحق في الطعن بعد رد السلطة المستقلة للانتخابات بقبول أو رفض ملفاتهم. كذلك ستوجه هذه الملفات بعد دراسة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى المحكمة الدستورية التي ستفصل نهائيا في القائمة النهائية قائمة المترشحين لرئاسيات 7 من سبتمبر 2024 في أجل قدره 10 أيام. وهذه القائمة أو هذه القرارات لن تكون قابلة للطعن. نعم جمال الدين بوشا، شكرا لك على كل ما قدمته من تفاصيل.